فرنسا و بوتيتر فاتك الفرصه ديال كومبوس فرانس. انا اليوم تنقول لك ان عندك فرصه ثانيه باش ترشح وتكمل قرايتك في فرنسا. هذه الفرصه الثانيه هي منصه باركورسوب. مرحبا بكم في اول فيديو في السلسله ديالنا باركورسوب 2023. في هذا الفيديو غادي نعطيكم ثلاثه المعلومات، معلومات خاصه بهذه المنصه. اوني باغي زامي. اول معلومه ان باش ترشح في هذه المنصه ما غادي تخلص حتى شي حاجه، زيرو درهم داكوغ. حتى تقبل وتبغي توجد الفيزا ديالك بعد ديك الساعه غادي تدوز من كومبوس فرانس وغادي تخلص 1900 درهم لكومبوس فرانس. ولكن حاجه مزيان دونك ما عندكش واحد لاكسبتاسيون راك ما غتخلص والو. هذه المعلومه الثانيه لي زامي، خصكم تعرفوا ان هذه المنصه مفتوحه فقط للناس اللي عندهم الباك ولا راهما دابا تيقراو في الباك وباغيين يترشحوا في اون بروميير اني ديال اين فورماسيون. اولا بروميير اني بي تي اس، بروميير اني كلاس بريبا، وما ننساوش بروميير اني ديال لو دي سي جي. شنو هو لو دي سي جي؟ سي لو ديبلوم دو كونطابيليتي اي دو جيستيون، وهذا قليل اللي تيعرفو وغندير عليه اون فيديو خاصه به. اوكي، وكذلك باغي ترشح اون بروميير اني دون اون غران ديكول دو كوميرس. ايوا الخير كاين. اوكي، دونك راه عندك لي شوا. المعلومه الثالثه، خصك تعرف شنو هما فترات الترشيح. داكوغ، غادي تلاحظ معايا ان فترات الترشيح ديال هاد المنصه حقيقه طوال، غتاخد راحتك باش توجد لو دوسي ديالك. الافتتاح ديال هاد المنصه غادي يكون ان شاء الله في 18 جونفي، وعندك الحق دير الاختيارات ديالك حتى 9 مارس. داكوغ، من لو 18 جونفي حتى لو 9 مارس عندك الحق دير لو شوا ديالك. كذلك عندك واحد الفتره وحده اخرى باش تكمل لو دوسي ديالك، بحال دابا باش تغيديجي لي موتيفاسيون، باش تيليشارجي ولا تدخل لي بولتان ديالك. هاد الفتره غادا من 10 مارس حتى 6 ابريل. اوكي، دونك شوفوا شحال عندنا الوقت من لو 18 جانفي جوسكو 6 ابريل باش توجد لو دوسي ديالك وتضبطو دير المسائل كلها. الوغ لي ريزولطا ديالك زعما الرد نتاع المؤسسات فوقاش غادي يبدا؟ غادي يبدا ابارتيغ دو 1 جوان، وغادي تبقى هاد الفتره ممتده حتى لو 13 جويي باش الا تقبلتي فشي بلاصه خصك بيان سور تكونفيرمي لاكسبتاسيون. اللي خصكم تعرفوا هي ان هاد المنصه عاطيه فرصه للتلاميذ انهم يوجدوا المشروع الدراسي ديالهم، وعاطياهم واحد الفتره ما قبل الافتتاح اللي بدات من 20 ديسمبر وغادي تسالي في لو 18 جانفي. داكوغ، هاد الفتره اللي دابا تنعيشوها حاليا عندك فرصه انك توجد المشروع الدراسي ديالك. اوكي مي زامي، جو ريكابيتول، بروميير انفورماسيون سي غراتوي فابور ما غتخلص حتى شي حاجه. دوزيام انفورماسيون ما يمكنلك ترشح الا 4 لي فورماسيون اون بروميير اني، كلاس بريبا، بي تي اس، غراند ايكول دو كوميرس، او ما نساوش لو ديبلوم دو كونطابيليتي اي دو جيستيون، لو دي سي جي. داكوغ، تالت انفورماسيون الافتتاح غادي يكون، الافتتاح بيان سور المنصه غادي يكون في 18 جانفي وغادي يسالي في 6 ابريل، ولكن عندك حتى 9 مارس باش دير لي شوا ديالك. من 9 مارس حتى 6 ابريل عندك الحق هي تفيناليزي لو دوسي ديالك. اوكي مي زامي، جيتي كلير؟ مرحبا بكم في هذه السلسله، وما تنساوش انني عندي ديجا اون بلاي ليست على كيفاش تقيد، كيفاش تخلق ان كونت، كيفاش شنو هو ان بي تي اس، شنو هما لي كلاس بريبا. لا بلاي ليست راه تلقاوها اما هنا ولا هنا، ما عرفتش تيخلطوا لي ادغوات اغوش ما تنعرفش، المهم وحده هنايا. اوكي داكوغ مي زامي، دونك نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. ا تري فيت بور نوتر بروشين فيديو في هذه السلسله ديال باركورسوب 2023. Bye!